مشاهدين أهلا بكم مجددا. المروحية الهجومية الروسية ميلمي 24 أو الدبابة الطائرة كما يسميها البعض. إن المروحية ميلمي 24 هي مروحية روسية الصنع، تعتبر من المروحيات الهجومية ومروحية نقل عسكري خفيف من إنتاج مصنع ميل موسكو، دخلت الخدمة في الاتحاد السوفيتي لأول مرة عام 1972، وما زالت روسيا الاتحادية والدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي تستخدم المروحية، كما تستخدمها العديد من الدول الأخرى حتى يومنا هذا، وعلى رأسهم الجزائر، حيث تمتلك القوات الجوية الجزائرية عددا لا بأس به من هذه المروحيات. حيث أصبحت هذه المروحية الهجومية من طراز بي 24 مروحية واعدة ولا مثيل لها، وذلك لكونها أنها شاركت في العديد من الحروب وأظهرت العديد من القدرات القتالية الرائعة والخيالية. ولقب تعريف الناتو لهذه المروحية هو هاين. حيث ذكرت المجلة الأمريكية ناشيونال انتريست في أحد مقالات التمساح الشهير المروحية مي 24، ووصف خبراء NA آلة القتال هذه بأنها دبابة طائرة، ووفرت لزوار الموقع فرصة للتعبير عن رأيه عن القرص الدوار. وجمع موقع شارك نيوز أهم تعليقات الأجانب حول مي 24، حيث أن الكثير من قادة جيوش الدول العظمى يعترفون ويقرون بتفوق هذه المروحية وقوتها القتالية الرهيبة. وقد كتب قائد أمريكي في البحرية الأمريكية سابقا: لقد خدمت في USMC، صدقوني نحن نحترم هذا الطائر. تمكن الروس من إنشاء وحش حقيقي. وقد قال أحد الخبراء المحاربين القدامى في الحرب الباردة: أتذكر عندما بدأت صور هذه المروحية القوية تظهر في الصحف الأمريكية، أكد خبراؤنا العسكريون للجميع أن الصور مزيفة. ببساطة لم نتمكن من تصديق أعيننا، واعتقدنا أن التماسيح قصة خرافية عادية اخترعتها الدعاية السوفيتية، ومع ذلك تبين أن ميلمي 24 هي مروحية حقيقية. لذلك سرعان ما اضطررنا إلى فتح أفواهنا من الدهشة. ويذكر أنه كان الإنتاج الضخم لهذه المروحية بـ 24 في بداية سنة 1971 أصبحت تمساح أول مروحية سوفياتي وثاني مروحية متخصصة في العالم. تعتبر روسيا والجزائر هما الدولتان الوحيدتان اللتان تستعملان هذا النوع من المروحيات في العالم. مواصفات المروحية ميلمي 24: السرعة القصوى 335 كيلومتر في الساعة، أقصى ارتفاع للعمل 4500 متر، المدى 450 كيلومتر، المحرك محركان، قوة كل محرك واحد 2200 حصان، نوع إيزوتوف TV 317، تسليح المروحية، صواريخ جو يمكنها حمل 18 SA و R60 R73، صواريخ جو أرض من نوع AT-9 ENGWE موكوبا، قنابل وقذائف من نوع S-8
13 وفاب 100/250/500. مدفع أمامي 20 ملم من نوع فيكتور جيال 2 بحوالي 850 خرطوشة. المدفع مزود بنظام آلي يسمح له باختيار نوع القذائف على حسب الهدف، حيث يطلق قذائف خارقة للدروع إذا كان الهدف دبابة أو ذخيرة متفجر مضادة للأفراد. مزودة أيضا بتي ليمت ومحدد الأهداف ليزري، قمرة القيادة مجهزة بنظارات للرؤية الليلية. ثلاث شاشات LCD ملونة للطيار وشاشتان من نفس النوع للرامي، نظام نوع EFF لتحديد الهوية. نظام تشفير الاتصالات. نظام اختيار واقتناص الأهداف مركب على خوذة الرامي. حاسوب للمهام. رادار الملاحة، رادار للملاحة نبضي دوبلر. رادار للمراقبة. نظام الإيقاع في الشرقية وكهرومغناطيسي. نظام تثبيت إلكتروني للطائرة. نظام لتثبيت المدفع. ولهذه المروحية قابلية حمل 12 صاروخا موجها بالليزر من نوع ENGWE ذو مدى 5 كيلومترات أو موقوبا بمدى 10 كيلومترات، القادران على اختراق أي درع بسمك 1000 مليمتر. جهاز التصويب موصول بخوذة الرامي. كما أنه أيضا بإمكان ميلمي 24 MKA سوبر هيند الجزائرية حمل صواريخ جو إيغلا أو صواريخ جو أرض من نوع أتاكا 12 AT الموجه بالليزر بمدى يصل إلى 12 كيلومتر، وكذلك مختلف القنابل وقاذفات الصواريخ المختلفة والتقليدية. إن النسخة MA24 MK3 نسخة فريدة من نوعها تمتلكها الجزائر فقط. شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر لايك وأمتعونا باشتراك للقناة. شكرا لكم.